السلام عليكم. طبعا جانا سؤال بسناب بالخاص عن الزبرة وطرحت له الموضوع، راح اطرحه عام للفائدة للجميع. حلوين حلوين يا بايتن. طبعا كلام اليوم عن الزبرة الشيء من تجارب. حلوين. يقول ابو هيثم انا عندي فروخ الزبرة يموتن، وش السبب؟ الطيور تنتج بس فروخ تموت، وش السبب؟ انتم عارفين الايام هذه برد، الطيور ما تحمل، كبار مو بعد صغار. بس في تجارب سواها ابو هيثم وباذن الله انك راح تستفيد، وجرب اللي يقوله ابو هيثم. اول نقطه حطيت انت كرامه تبن، دائما الفراخ ترى الزبره يقعد ان زوايا، حطيت بالزاوية اللي جسم بفراخ انت كرامه تبن اصفر، عرفتوه؟ حلوين. وحطيت لمبه صفراء، تحط لمبه صفراء عشان تدفي فروخ. والاكل أكبر طبعا، أكل الصحون أكبر تتبع الأمهات.